السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وعيد مبارك سعيد، يا ربي يدخل عليكم الصحه وباش ما كتمنى، وان شاء الله اللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحقق امنيته يا ربي، والله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا ربي. فيديو اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم واحد العبايه ديال بنتي البنيسه الكبيره، هي هذه اللي غادي نوري لكم دابا ان شاء الله، وغادي نحط لكم الطريقه ديالها ضروري مورا العيد، حيتاش عندي بزاف ديال الكليانات اللي بغاو فيهم هذا الشكل هذا، وفاش نبغي ان شاء الله نحط الطريقه وديك الشيء غادي ننزل لكم ضروري فيديو. انا بغيت نتقاسم معكم يعني اللي وجدات دابا، ومباشره مورا هذا الفيديو ان شاء الله غنمشي ننزل لكم الطريقه ديال الفراشه للبنيسه ديالي الصغيره كاع في مره، نوريكم الطريقه ديالها كيفاش كتخدم ان شاء الله. المهم نبداو بهذا هو الاول، وعندي لكم واحد الموديل صراحه رائع اللي طلبتوه بزاف بزاف، شفتوه في واحد القناه وصيفطت لي واحد السيده طلباتو مني، قالت لي عافاك راه بغينا هذا الموديل هذا، وحطيت لكم جوج. الموديل الاولاني هو هذا، وحطيت لكم الموديل الثاني هو هذا، الموديل الثالث اللي غنخدم معكم ان شاء الله بهذا الثوب هذا ان شاء الله يا ربي، اللي غنخدمه لراسي واحد بيجامة حتى هي اللي كانت دارت ضجة، هي هادي غنخدمه معكم انا بهذا التويب هذا. هذا الثوب هذا كريب، هذا جاي ماشي حتى الاسبروجي ما عرفتش بشكل هذا الثوب هذا اللون يعني الشكل ديالو، وعندي هذا الدونتيل هذا ان شاء الله باذن الله نخدمه معكم. الموديل اللي كنتكلم عليه اللي غنخدمه في هذا هو هذا، غتشوفوا معايا في الصوره، ودابا ندوزو نشوفوا العبايه هي الاولى، عاد نمشيو نفصل ان شاء الله حيت هذا ننزل لكم فيديو بوحدو ونمشي باش ما نطولش عليكم. شوفوا معايا العبايه ديال بنتي، هي هذه العبايه ديال البنيسه الكبيره، هي بغات تلبسها يعني كتلبس قصيره شي شويه، قلت لي ديرها لي قصيره، درتها لي قصيره، كتبغي تلبسها مع سبرديلات، هذا الشكل ديالها كيفاش كتجي، درت لها واحد الافتتاحات في الجنب. كنعتذر مره اخرى على الاضاءه هنايا، مازال ما قديتش الضوء ديال هذا الشكل هنايا، الصالون هذا كنصور فيه، اما البلاصه اللي كنوريكم فيها الباترون راه قديتها ان شاء الله باش يبقى لي يبان لكم يعني كلشي واضح ان شاء الله. بالنسبه للكول كتشوفوا معايا عادي، هذه مازال ما صلحتهاش هنا من يعني من الخياطه اللي عند المانكان، عبايه كيمونو هي هذه، الشكل ديالها كيجي. انا جمعت لها الكميمات ديالها، درت ليها واحد الباندا وشي شويه ديال التكريش، جمعت لها هنا واحد شويه ماشي بزاف، هنا راه فيها الخياطه غادي تلاحظوا معايا فيها في الخياطه في الكتف، اللي بغات زعما تنقلها ولا شي حاجه قبل ما نحط انا الموديل. مرحبا على الراس والعين بصحتكم. هذا الشكل ديالها صراحه كتجي زوينه واسعه خصوصا في هذا الصيف هذا، يعني جايه سبور وجايه زوينه، نوريها لكم في الجنب ديالها كيفاش كتكون ديك الفتيحه، باش نمشي مباشره نوريكم فراشه ديال النمله الصغيره ديال البنيسه الصغيره ان شاء الله، اللي عنده ديك السن يعني هي عندها 4 سنين ونص، اللي بغات تخيط بديك القياس يعني تعطيها كادو ولا شي حاجه علاش لا. انا نعطيكم العبارات اللي عندي، هذه هي العبايه، كنتمنى تكون عجبتكم، كنشكركم بزاف 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 على المتابعه، وشكرا لكم بزاف، وما تنسونيش انكم تابوناو في لاشين ديالي باش منين نحط شي موديل ان شاء الله تستافدوا منه وتشوفوه، واللي مازال يعني اللي مازال ما تابوناش تابونا مرحبا بكم، كنشكركم بزاف ودعموني بواحد لايك باش تعاونوا هذه القناه ما يسدوهاش ليا، لان انا دوزت واحد الفتره وما كاين يعني ما خداماش مزيان، وهذا قدروا راه كتعرفوا اليوتيوب يعني خص يعني الفيديو واخا كضرب عليه تما راه هذا لا ما كانش يعني تشجيع ما كاينش لايك وما كاينش هذا راه صافي سميتو كيسدوها لك. نتمنوا الله خير ان شاء الله، كنبذل واحد المجهود وكنتمنى هذاك المجهود يعني ما يمشيليش يعني ما يمشيش هكاك ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم وكنشكركم بزاف بزاف وبسلامه عليكم.